أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في شابتر رقم 6، حنتكلم عن الأوساط الغذائية وأنواع الأوساط الغذائية. الأوساط الغذائية اللي بننمي عليها البكتيريا، طبعا الأوساط الغذائية أكثر من نوع وأكثر من طريقة لتنمية البكتيريا، وهذه الأوساط ممكن نقسمها إلى مجموعات. خلينا ناخذ مثلا المجموعة الأولى اسمها Selective Media، أوساط غذائية اختيارية أو أوساط غذائية انتقائية. هذه الأوساط اختيارية انتقائية أو مزاجية، إنها بتنمي نوع أو مجموعة من الأنواع وبتمنع نمو نوع أو مجموعة من الأنواع حسب الحاجة للأنواع البكتيريا. فتعريفها Suppress unwanted microbes، هي بتعمل ايه؟ تثبيط للميكروبات الغير مرغوبة اللي احنا بدناش اياها، and encourage desired microbes، وتحفز نمو الميكروبات اللي احنا بدنا اياها. خليني اعطيكم مثال واضح. مثال في وسط المانيتول سولت اجار، ام اس اي، هذا وسط يعني مثال على مين؟ على السلكتيف ميديا، الأوساط الغذائية الانتقائية أو الاختيارية. فمانيتول سولت أجار هذا الوسط بيحتوي على مكونات عديدة، من هذه المكونات هو ملح الطعام اللي هو الـ NaCl، تركيز عالي. هذا التركيز العالي بيمنع نمو العديد من البكتيريا وبيسمح لنمو نوع معين من البكتيريا. خلينا أعطيكم مثال أكثر على البكتيريا هذه. في عند البكتيريا الستافيلوكوكس أوريوس، هذه في منها باثوجينيك ستافيلوكوكس، يعني بكتيريا ستافيلوكوكس أوريوس الممرضة. في بكتيريا ستافيلوكوكس أذر ستافيلوكوكس أخرى غير ممرضة. فهذا الوسط لما أنا أنمي عليه البكتيريا الستافيلوكوكس الغير ممرضة لا تنمو، بينما البكتيريا ستافيلوكوكس أوريوس تنمو. يبقى الستافيلوكوكس سبيشيز الأنواع الأخرى الغير ممرضة لا تنمو على هذا الوسط، بينما البكتيريا الستافيلوكوكس أوريوس الممرضة الباثوجينيك تنمو، ونموها بكون على شكل مستعمرات لونها صفراء بسبب تخمير لسكر المانيتول. يبقى في هناك مادة كانت موجودة ضمن مكونات الوسط الغذائي أعطتها صفة السلكتيفيتي، أعطتها صفة الاختيارية أو الانتقائية. يبقى لما نقول سلكتيف ميديا وسط غذائي انتقائي، لازم يكون في أحد هذه المكونات أو أكثر مادة بتمنع نمو ميكروبات أخرى وتسمح لنمو ميكروبات أخرى. ممكن تكون هذه المادة ملح زي الـ NaCl في حالة المانيتول سولت أجار، ممكن يكون بايل سولت مثلا في حالة الماكونكي أجار وسط تاني، يعني ممكن تكون أصباغ زي الميثيلين بلو أو كريستال فايلت. فهذه المواد ممكن تكون أصباغ، ممكن تكون أملاح صفراء، ممكن تكون ملح طعام، ممكن أي شيء تغير في البي اتش. هذه طبعا الشيء اللي موجود ضمن مكونات الوسط الغذائي وهو المسؤول عن أنه بيمنع نمو الآخرين، بنسميه سيلكتيف ايجنت، عامل انتقائي أو عامل اختياري. والوسط الغذائي اللي بينمي مجموعة أو نوع وبيمنع نمو مجموعة أو نوع بنسميه سيلكتيف ميديا أو وسط غذائي انتقائي. في عندي ديفرنشال ميديا، أوساط غذائية تفريقية، أوساط غذائية تفريقية. هذا الأوساط بتسمح لنمو مين؟ الكل، تسمح لنمو جميع أنواع البكتيريا، لكن كل نوع من هذه البكتيريا ينمو بطريقة معينة، ينمو بشكل معين، ينمو بحجم مستعمرة معينة، ينمو بشكل مستعمرة معينة، حواف المستعمرة، ارتفاع المستعمرة، حجم المستعمرة، لون المستعمرة. فكل ينمو بصفات خاصة بهذا الميكروب. على سبيل المثال بكتيريا الباسيلس اللي موجودة في الهواء وموجودة في التربة، مستعمرتها كبيرة الحجم، لونها بيضاء. مستعمرات مثلا
الإشاريش كولاي مستعمرتها صغيرة ومخاطية وحجمها صغير. إذا في كل نوع من أنواع البكتيريا له خصائص، صفات، صفات مزرعية. ينمو مستعمرة كبيرة أو صغيرة أو وسط، حوافها مشرشرة أو عادية، ارتفاع القبة عالي أو متوسط أو منخفض، خشنة أو ناعمة، لونها أبيض، لونها كريمي، لونها أصفر، لونها أخضر، حسب اللي هو نوع البكتيريا. فهذا الأوساط اللي هي الديفرنشال ميديا، الأوساط الغذائية التفريقية، تسمح لنمو العديد من البكتيريا أو كل البكتيريا، وكل ينمو بطريقة معينة. يعني أنا مثلا كان عندي 3 أنواع من البكتيريا، خليط من البكتيريا، وعملت زراعة على هذا الوسط اللي هو الديفرنشال ميديا أو المجموعة هذه الديفرنشال ميديا، حلاقي انه اكس واي وزد، الاكس نما مستعمره كبيره، واي مستعمره صغيره، وزد مستعمره وسط، اكس كان عندها لونها اصفر، واي كان لون المستعمره ابيض، وزد كان لون المستعمره كريمي، وهكذا. يبقى انا بقدر اميز اقول والله في عندي 3 انواع من البكتيريا، والدليل ان عندي 3 مستعمرات مختلفه من مين؟ من البكتيريا في الوسط اللي قدامي. ممكن يكون 3، ممكن يكون 4. يبقى انا بقدر افرق بين النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث، بقدر اميز بين النوع الاول والنوع الثاني والنوع الثالث، وهكذا. فعشان يسموها اوساط غذائيه تفريقيه او تمييزي، بقدر اميز ما بينهم. فالتعريف تبعها make it easy، بتجعلنا من السهل to distinguish colonies، عشان اميز ما بين المستعمرات of different microbes للميكروبات المختلفة. اعطيكم مثال على الديفرنشال ميديا. الديفرنشال ميديا مثلا في وسط اسمه وسط ماكونكي اجار، نسمع الى المكتشف تبعها ماكونكي. هذا الوسط يسمح لنمو نوعين او مجموعتين من البكتيريا، البكتيريا المخمرة لسكر اللاكتوز والبكتيريا الغير مخمرة لسكر اللاكتوز. البكتيريا المخمرة لسكر اللاكتوز مثال عليها الإشاريشيا كولاي، تنمو بلون زهري عشان بتخمر سكر اللاكتوز، تنتج حامض عضوي، بتغير في البي اتش انديكيتور الكاشف اللون، يتحول من لون أحمر فاتح إلى لون زهري، من لون أحمر إلى لون زهري. فبستدل والله هذه المستعمرة الزهرية، يعني هذه بكتيريا مخمرة لسكر اللاكتوز. مجموعة تانية من البكتيريا تنمو على هذه الأوساط اللي وسط ماكونكي، لكنها لا تخمر سكر اللاكتوز، زي السيدومونس، زي البروتيوس، زي السلمونيلا، زي الشيجيلا. هذه الأنواع من البكتيريا لا تخمر سكر اللاكتوز، بالتالي تنمو على شكل مستعمرات بدون لون، بدون لون، ما بتغيرش البي اتش انديكيتور، بالتالي يبقى اللي بتخمر السكر اللاكتوز زهرية، واللي بتخمرش بدون لون. يعني انا بطلع على الوسط والله اذا في تخمير في وسط ماكونكي مثلا، في تخمير لسكر اللاكتوز، في زهري لون زهري، يعني في تخمير لسكر اللاكتوز، ما فيش لون زهري يعني غير مخمر لسكر اللاكتوز، وهكذا. يبقى قدرت انا اميز بين مجموعتين من البكتيريا، واحده مخمره لسكر اللاكتوز لاكتوز فيرمنتر، وواحده غير مخمره لسكر اللاكتوز نان لاكتوز فيرمنتر. هيك بكون وضحنا اكثر انه في حاجه اسمها ديفرنشال ميديا، اوساط غذائيه تفريقيه تسمح للجميع بالنمو، لكن نوع بينمو بصوره معينه، النوع الثاني بينمو بصوره اخرى، بقدر افرق بينهم من لون وشكل المستعمر. في عندي وسط اسمه انريتشمنت ميديا، انريتشمنت ميديا اوساط غذائيه غنيه، اوساط غذائيه غنيه انريتشمنت ميديا، أو تكثيرية، يعني بتعمل عملية إكثار للميكروبات للبكتيريا، تعمل encourage growth of desired microbe، تحفز نمو الميكروبات، تشجع نمو الميكروبات. enrichment media تعتبر liquid media، وسط غذائي سائل، وسط غذائي سائل liquid media that inhibit the growth of unwanted ميديا او unwanted microbe، هي بتسمح لنمو الميكروبات اللي انا بدي اياها، وتمنع ايضا نمو، لكن هي ايه؟ ليكويد ميديا، ليكويد ميديا. هذه تستخدم انريتشمنت ميديا لعزل بكتيريا الاشيريشيا كولاي، الاشيريشيا كولاي ايزوليشن اوف اشيريشيا كولاي اللي هو او 157 اتش 7، عشان انا انميها
لأنه كميتها قليلة بتنمو بشكل أكبر، وبمنع نمو الميكروبات الأخرى معها. باخذ هذه الميكروبات وببدا اشخص فيها، اعملها جرام ستين واعمل سمبل ستين واعمل لها الفحوصات البيوكيميائية عشان اشخص هل هي الميكروب هذا صحيح هو الاشريشيا كولاي او 157 او لا. من فوائد هذه الاوساط الغذائيه انريتشمنت ميديا ايضا بتعمل انكريز اوف سمول نمبر اوف ديزايرد مايكروبز، يعني لو كانت كميه الميكروبات قليله بعمل عمليه ايش اكثار لها وبزود عددها، بزود عدد البكتيريا، يبقى هي بتزيد في عدد البكتيريا. يبقى الانريتشمنت ميديا تستخدم في عزل عينات، مثلا واحد بده يعزل البكتيريا من التربه، بده ياخذ عينه التربه، عينه التربه فيها الاف الانواع من البكتيريا، فباخذها على وسط انريتشمنت ميديا بحصل على الميكروب اللي انا بدي اياه، او بعزل الميكروب اللي انا بدي اياه. لكن في انريتش يعني بدل الام اي ان تي في انريتشمنت اي دي، يعني انريتش واي دي انريتشد ميديا. هذه الاوساط تختلف عن انريتشمنت ميديا. انريتش ميديا يعني تحتوي كونتينز نيوتريانت تو سبورت، تحتوي على مواد غذائيه واللي تدعيم مين؟ تدعيم وتزود عمليه النمو لعند البكتيريا. Support the growth of a wide variety of organisms عشان تزود معظم الأنواع أو تنمي معظم الأنواع. يبقى الانريتشمنت ميديا أوساط غذائية سائلة تستخدم في عزل ميكروب معين من وسط معين، وتعمل عملية زيادة في هذا الميكروب وتمنع نمو الميكروبات الأخرى. هيك بكون الملخص. في عندي a pure culture، كلشر مزرعة، a pure نقي، a pure culture مزرعة نقية. contains وسط غذائي يحتوي على only one species، يحتوي على نوع واحد من البكتيريا. على سبيل المثال عندي طبق يحتوي فقط على الإشريشيا كولاي، بقول والله هذا pure culture of إشريشيا كولاي. عندي وسط يحتوي على Staphylococcus aureus، بنقول هذا pure culture of Staphylococcus. عندي وسط يحتوي فقط على الكليبسيلا نومونيا، بقول والله هذا pure culture of كليبسيلا نومونيا. لكن إذا كان عندي شريشة كولاي وستافيلوكوكس وكليبسيلا كانوا موجودين في الطبق، بقولش إنه pure culture. يبقى إذا كان في أكتر من نوع، لو كان نوعين يعني ستافيلوكوكس أوريوس وشريشة كولاي في طبق واحد، هذا مش pure culture، هذا ميكست خليط، يعني ميكست خليط وليس نقي. يبقى متى بقول انه هذا بيور كلشر؟ لما ينمو في الطبق نوع واحد من البكتيريا اور سترين او سلالة واحدة من البكتيريا. مثلا إشريشيا كولاي او 157 السبعة لحالها نامية في الوسط، انا نميتها وطلعت بس هي اللي في الوسط، بقول هذا بيور كلشر. لكن لو إشريشيا كولاي اذر سترين سلالة اخرى، يعني الإشريشيا كولاي كمان في سلالة واحد سلالة اثنين، يبقى لو كان في أكثر من سلالة في الطبق بسميهاش بيور كلشر، بسميه إيه؟ ميكسد كلشر. واضح هيك الكلام؟ طالبة بتبعت لي بتقول لي إنه أنا سريع في الشرح ومش فاهمة وكذا، يعني فيش اللي هي معلقة على الموضوع، لكن أنا يعني حابب إني ما أكونش سريع وهيك عمال بشرح شوية شوية. يبقى pure culture contains only one species or strain، مزرعة نقية تحتوي على نوع واحد أو على strain واحد سلالة واحدة من البكتيريا. لكن إذا احتوى الطبق على أكثر من نوع أو أكثر من سلالة بسميه mixed culture وليس pure culture. A colony is a population. إيش يعني كولوني؟ حكيت قبل هيك إنه البكتيريا تنمو على الأوساط الغذائية الصلبة على شكل كولونيز، على شكل مستعمرات، بينما تنمو البكتيريا في الأوساط الغذائية السائلة على شكل تيربيديتي عكورة. يبقى لما أقول كلمة كولوني على طول بدي يتبادر إلى ذهني إنه هذه البكتيريا نمت على وسط غذائي صلب على شكل مستعمرة. شو هي المستعمرة؟ المستعمرة لما تيجي خلية بكتيرية واحدة على سطح الوسط الغذائي الصلب، تبدأ تنمو هذه البكتيريا والخلية تعطي خليتين والخليتين يعطوا 4 بعدين 8 16 32
64 128 256 512 وهكذا 1024، بصير نمو بالملايين، بعد شوي بصير بالمليارات، بعد شوي بصير بملايين المليارات، كلهم بنمو الخلايا فوق بعض وتسمى هذه كولوني أو مستعمرة. كل نوع من البكتيريا له شكل خاص للمستعمرة، كل نوع من البكتيريا مستعمرة لون شكل عن التانية، لون وشكل عن التاني، لون غير عن التاني، شكل غير عن التاني، حجم غير عن التاني وهكذا. يبقى الكولوني المستعمرة is a population، هو مجتمع من البكتيريا of cells arising، نشأ من وين؟ نشأ من وين أصل المستعمرة؟ نشأت إما أن تكون from a single cell، يعني لو أجت خلية بكتيرية واحدة بصير خليتين، بصيروا أربعة وهكذا، بكونوا بعد 24 ساعة مليارات من الخلايا في كولوني واحدة في مستعمرة واحدة. أو أجت من وين مصدرها؟ أور سبور. يعني لو أنا سبور قلنا عنها، أو الإندوسبور وهو الجراثيم الداخلية أو الأبواغ، لنفترض أنه أجت بوغة للكلوسريديوم أو للبسلس على سطح الوسط الغذائي الصلب، هذه السبورة بدها تتحول من سبور اللي هو من التطور المتجرثم سبور فورم إلى الفيجيتيتيف فورم اللي التطور الخضري، يعني حتنمو، حيصير لها جيرمينيشن إنبات، يبقى حتتحول من سبور إلى فيجيتيتيف سيل، من خلية عمالها مش ما فيش يا نمو، فيش يا أي شيء دورمانسي كمون، إلى خلية حية اللي هي الفيجيتيتيف سيل، خلية بكتيرية على قيد الحياة في ظروف بيئية سليمة وصحيحة، لأن الوسط الغذائي مناسب للنمو، وبالتالي يتحول السبور من طور ساكن إلى طور فيجيتيتيف سيل، إلى طور خضري متحرك وبياكل وبيشرب وبيتكاثر إلى آخره. فالرايسنج فروم سنجل سيل، ممكن نشأت المستعمرة من خلية، أو نشأت المستعمرة من سبور، السبورة صارت إيش؟ صارت خلية، صار لها جيرمينيشن، وهذه الخلية صار لها انقسام خليتين 4 8 16 إلى أن كونت مستعمرة. يبقى أصل تكوين المستعمرة إما أن يكون من خلية، إما أن يكون أصل تكوين المستعمرة من سبورة أو من جرثومة، أو من or from a group of attached cells، أو مجموعة من الخلايا البكتيرية. كيف يعني؟ يعني أثناء عملية فتح الطبق أجوا تلت أربع خلايا مع بعض ملزقين في بعض، وأجوا وقعوا وين؟ على سطح الطبق. بدوا الأربع خلايا دول ينمو، يعني يتكاثروا، الأربعة بصيروا 8، 8 بصيروا 16، 16 بصيروا 32، كونوا مستعمرة واحدة. يبقى أصل تكوين المستعمرة البكتيرية إما خلية بكتيرية واحدة، إما جرثومة سبور أو إندوسبور، إما مجموعة من الخلايا البكتيرية إيش؟ المتراصة أو الملتصقة مع بعض البعض، أجوا على سطح الخلية، على سطح عفوا الوسط الغذائي الصلب، وبدأوا ينمو، بدأوا يتكاثروا، بدأوا يكونوا اللي هو المستعمرة. يبقى أصل تكوين المستعمرة 3 احتمالات: خلية بكتيرية، جرثومة اندوسبور، أو مجموعة من الخلايا. لكن أنا لما تنمو المستعمرة تاني يوم جيت اطلعت عليها، بقدر أجزم انه هذه المستعمرة تكونت من خلية بكتيرية، ولا من خليتين، ولا من أربعة، ولا من مجموعة من الخلايا الملتصقة، ولا من اندوسبور؟ بقدرش اعرف ولا حاجة، بقدر اعرف اقول والله بس هذه مستعمرة وخلص، عشان انا مش عارف اصل تكوين المستعمرة، هل هو خلية واحدة؟ هل هو مجموعة الخلايا المتراصة؟ هل هو اندوسبور؟ بقدر اقول الكولونيز اسميها الكولوني، اكولوني is often called، مرات بيقولوا عنها colony forming unit، وحدة تكوين المستعمرة، عشان أنا مش عارف المستعمرة مين اللي كونها، خلية بكتيرية، ولا مجموعة من الخلايا البكتيرية الملتصقة مع بعضها البعض، أو اندوسبور جرثومة. بقدر أسمي الخلية الكولوني اسمها colony forming unit، وحدة تكوين المستعمرة. صورة بتوضح وسط غذائي، رسم كروكي هنا، وسط غذائي بدي أنمي البكتيريا عليه بطريقة الزجزاج، بطريقة اللي هو الخط المتعرج زجزاج، أو بسموها ستريك بليت، أو طريقة التخطيط، طريقة نمو بالتخطيط. فأنا بجيب الواير لوب، أداة الزراعة، بعقمها على اللهب، ببرد، بعدين باخد جزء من البكتيريا وببدأ إيش أزرع بهذا الاتجاه. بتصير عندي وأنا بزرع
عدد البكتيريا في الأول هنا كتير جدا، بيبدأ يقل 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 عند آخر نقطة، بعدين بعقم ببرد بجي إيش أقطع اللي أنا زرعته، الخط اللي أنا زرعته، وكأني أخذت البكتيريا من وين؟ من الخطوط المزروعة سابقا. يعني يعني هذا كان إيش عملية تخفيف، يعني هم كان مركز أخف 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 أخف، يعني تخفيف، أخذت من المخفف وخففت، أخذت كمان مرة من المخفف وخففت، يبقى أكثر تركيز للبكتيريا بده يكون في منطقة واحد، أقل تركيز في منطقة اثنين، أقل وأقل تركيز في منطقة ثلاثة، يعني ثلاثة أقل من اثنين واثنين أقل من واحد. طب ليش أنا عملت العملية هذه؟ هذه العملية بيسموها ديليوشن، عملية تخفيف. عمليا هي عملية تخفيف لأنه أنا بدي أنمي البكتيريا في مستعمرات منفردة، في مستعمرات منفصلة isolated colonies. ليش؟ لأنه المستعمرة لما تكون منفصلة بقدر أقول والله حجم المستعمرة كبير ولا صغير ولا وسط، بقدر أعرف لون المستعمرة، بقدر أدرس حواف المستعمرة وقبة المستعمرة. لكن إذا كانت المستعمرات فوق بعضها البعض بيصير عندي في لبس، مش قادر أنا أميز شكل وحجم ولون المستعمرة، وبالتالي صعب علي التشخيص. عشان هيك عملت أنا طريقة اللي هو الستريك بليت أو طريقة الزراعة بالتخطيط. هذه صورة حقيقية لمستعمرة بكتيرية، أو عفوا لمزرعة بكتيرية، تم اللي هو زراعة البكتيريا بنفس الطريقة. شايفين رقم واحد في واحد الخلايا البكتيرية أو المستعمرات البكتيرية فوق بعضها البعض. خلينا نزود الإضاءة شوي عشان الصورة تكون أوضح. اطلعوا معي، المستعمرات مش قادرة أميزها، سايحة على بعض. ليش؟ لأنه في كثافة عالية جداً. لما انا عقمت وبردت اخذت من هذه البكتيريا وزرعت، طبعا في حينه في عند الزراعه بدات المستعمرات هنا ايش اقل من هنا. في منطقه ثلاثة شايفين مستعمرات ايش منفصله، هذه مستعمره وهذه مستعمره وهذه مستعمره وهذه مستعمرات منفصله. هيك بقدر اقول والله المستعمرات متشابهه، المستعمرات لونها زي بعض، يمكن في هنا في اختلاف في هذه المستعمرة وفي هذه المستعمرة، يعني بقدر أميز بين المستعمرات بعضها عن بعض، يعني بقدر أحدد خصائص المستعمرات. يبقى الهدف من عملية الستريك بليت ميثود، طريقة الزراعة بالتخطيط، إني أحصل في النهاية على منطقة من الوسط الغذائي يتواجد في مستعمرات منفصلة. يبقى أنا أول حاجة عملت أخذت البكتيريا زرعت، بعدين عقمت بردت قطعت الخطوط، عقمت بردت قطعت الخطوط، سكرت الطبق، حطيت الطبق في الانكوبيتر في الحضانة لمدة 24 ساعة، جيت اطلعت على النتيجة، لقيت المستعمرات نامية بشكل كثيف جدا في منطقة رقم واحد بسبب انه كثافة البكتيريا موجودة. لما صار تخفيف في منطقة رقم اثنين صار عدد المستعمرات البكتيرية اقل من رقم واحد، لما صار تخفيف من اثنين لثلاثة، يعني انا اخذت من اثنين وزرعت في ثلاثة، يعني ثلاثة هي ناتج عن تخفيف من المنطقة اثنين، وبالتالي انا خففت من المخفف وحصلت على منطقة فيها كثافة قليلة جدا من المستعمرات البكتيرية، وهذه طبعا أعطتني isolated colonies أو مستعمرات منفصلة. من خلالها بقدر أشوف والله المستعمرة حجمها قديش، شكلها كيف، لونها شو، إلى آخره. وبالتالي أنا بأخذ هذه المعلومات النظرية اللي بسموها cultural characteristics أو الخصائص المزرعية وبدونها عندي، وهذه طبعا خطوة على طريق التشخيص تبع البكتيريا عشان أقدر أعرف شو نوع البكتيريا. خلينا نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله تعالى.